الولايات المتحدة تستعد للانتخابات في حرب أهلية غير معلن. القطارات تخرج عن مسارها، والمصانع تنفجر، ومحطات الطاقة تتعطل. الأخبار في الولايات المتحدة تشبه نشرات الحرب. على وجه التحديد، إلى تاريخ حرب العصابات. في 26 فبراير، خرج قطار شحن تابع لشركة نورفولك الجنوبية عن مساره في ولاية كارولينا الشمالية. في السابق عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي آر إف بي آي مكافأة قدرها $50,000 مقابل معلومات عن أعمال التخريب في 3 محطات طاقة في تلك الولاية. في 28 فبراير خرج قطار عن مساره في فلوريدا. وفقا لفوكس نيوز، كانت تحمل 135,000 لتر من البروبان في خزاناتها. في 1 مارس دوى دوي انفجارات في مصنع ميتالورجيا في كليفلاند، أوهايو. في نفس اليوم حدث تسرب لمادة كيميائية غير معروفة في برلينغتون، ويسكونسن، حيث بدأ إجلاء السكان. في 4 مارس اندلع حريق كبير في سينسيناتي عاصمة ولاية أوهايو، مما أثر على مبنيين كبيرين. كافح رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق لمدة نصف يوم. في 5 مارس خرج قطار نورفولك الجنوبي آخر عن مساره في مقاطعة كلارك بولاية أوهايو. تطلب السلطات من جميع السكان البقاء تحت الغطاء وتجنب منطقة التحطم حيث كان القطار يحمل مواد كيميائية. في 5 مارس في أتلانتا، جورجيا، هاجمت مجموعة من 50 شخصا مركزا لتدريب الشرطة قيد الإنشاء، وصدت سلطات إنفاذ القانون الهجوم، واعتقلت 35 شخصا، واتهمت 23 منهم على الفور بالإرهاب. في 7 مارس وقع حادث قطار غريب آخر في ولاية أوهايو. اصطدم قطار بشاحنة قمامة وانقلبت السيارات، وتوفي شخص واحد على الأقل، وطلبت خدمات الطوارئ عدم الاقتراب من مكان وجود العربات. في 8 مارس خرجت قافلة للسكك الحديدية تحمل منتجات بترولية عن مسارها في أوكلاهوما. في نفس اليوم وقع حادث قطار آخر في ولاية فيرجينيا الغربية، 3 جرحى، وانسكبت كمية كبيرة من الديزل في نهر نيو ريفر، واندلع حريق كبير على منصة نفطية في عدة طوابق بمواد خطرة في موبايل ألاباما بعد رجال الإطفاء لم يحاول حتى إخماده. في 9 مارس اندلع حريق كبير في مستودع في أوماها، نبراسكا. لم يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران. في نفس اليوم خرج قطار يحمل منتجات بترولية عن مساره في ألاباما. في 10 مارس أصيب 3 أشخاص عندما خرج قطار عن مساره في مقاطعة ساميرز في فيرجينيا الغربية. نتج الحادث عن قطعة من الصخر على السكة. في 13 مارس اصطدم قطار بمقطورة تركتها شاحنة على معبر سوي في أركنساس. في 14 مارس اشتعلت النيران في مصنع كيماويات في ولاية إنديانا.
في 15 مارس انفجرت محطة معالجة مياه الصرف الصحي في ولاية ماريلاند. في نفس المساء خرج قطار شحن عن مساره بالقرب من بلدة توبوك في مقاطعة نيوهافي أريزونا. في 16 مارس خرج قطار شحن عن مساره في ولاية واشنطن مما تسبب في تسرب العديد من الدبابات أكثر من 19 طنا من الديزل. في 17 مارس وقع حادث قطار آخر في ولاية كنتاكي بقطار مقلوب. في نفس اليوم خرج قطار شحن آخر عن مساره في لويزيانا. في 21 مارس خرج قطار يحمل منتجات بترولية في صهاريج عن مساره في ولاية مين. في 22 مارس خرج قطار ركاب في كاليفورنيا عن مساره بواسطة شجرة على القضبان. في 22 مارس وقعت انفجارات قوية في مصنع في نول الكيميائي في باسادينا تكساس. دمرت النيران عدة منشآت صناعية. في 23 مارس خرج قطار بضائع نورفولك الجنوبي عن مساره في ماساتشوستس. في 24 مارس حدث تسرب إشعاعي جديد في محطة للطاقة النووية في مينيسوتا خلال التسرب السابق في نوفمبر 2022 تسرب 400 ألف جالون من المياه المشعة إلى المياه الجوفية. في 25 مارس وقع انفجار وحريق كبير في مصنع أورين باومر للشوكولاتة في ريدين بنسلفانيا وانهارت العديد من المباني مما أدى إلى محاصرة العمال. أفادت صحيفة ساسكويهانا فالي تريبيون عن العديد من الإصابات وسبعة وفيات. ونصحت السلطات السكان بشرب المياه المعبأة كإجراء احترازي بعد تسرب مواد كيميائية إلى نهر الديلاوير. في 27 مارس خرج قطار يحمل مواد خطرة عن مساره بالقرب من بلدة ويندمير بولاية نورث داكوتا وعلى متنه أكثر من 30 سيارة. تم الإبلاغ عن انسكاب المنتجات البترولية المستخدمة في إنتاج الأسفلت. في نفس اليوم وقع انفجار في مصنع كيماويات في ضواحي هيوستن تكساس مما أدى إلى إصابة أشخاص. في ولاية كاليفورنيا خرج قطار ثان مكون من 55 سيارة وقاطرتين عن مساره في أقل من 24 ساعة. بعد فترة وجيزة غرقت عدة صنادل في نهر أوهايو بالقرب من لويفيلي بما في ذلك واحدة تحتوي على 1400 طن من الميثانول كحول سام يستخدم في الصناعة كمذيب ومبيد للآفات ومصدر بديل للوقود. أصبح الحادث الذي وقع في كاليفورنيا هو حادث قطار 16 من نوعه خلال شهر. السلطات تلتزم الصمت بشأن أسباب هذه الأحداث. من فبراير إلى نوفمبر وحده أي خلال 10 أشهر تم ارتكاب ما لا يقل عن 108 أعمال تخريب في منشآت الطاقة في الولايات المتحدة باستخدام الأسلحة النارية وحديد التسليح والصخور والمواد القابلة للاشتعال والأجهزة المتفجرة المرتجلة. في سياق كل هذه الأحداث في 25 آذار مارس نظم دونالد ترامب مسيرة حاشدة لمؤيديه في مدينة وكوي بولاية تكساس. الاعتقال على الرغم من وعود الإدارة الأمريكية والموعد المحدد للاعتقال لم يتم في نهاية المطاف. مدينة وكوي مكان رمزي.
قبل 30 عاما دارت معركة هنا بين الطائفة المسلحة فرع داود وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين أرادوا نزع سلاح الطائفيين. استمر الحصار 51 يوما وانتهى بهجوم بالمدرعات والمروحيات، مات أكثر من 85 شخصا. ردا على الفيدراليين بسبب حصار وكوي، نفذ المتطرف اليميني تيموثي مكفي أكبر تفجير قبل 11 سبتمبر في التاريخ الأمريكي، قصف مبنى حكومي في أوكلاهوما سيتي في أبريل 1995، مما أسفر عن مقتل 168 شخصا. كان تيموثي مكفي المحارب المخضرم في حرب الخليج ضد العراق عام 1991 يأمل في إثارة تمرد للأمريكيين الأحرار ضد الحكومة، مستنقع واشنطن الشهير الذي وعد دونالد ترامب بتجفيفه. المعلومات التي تم الحصول عليها من المصادر المفتوحة، الآراء التي يعبر عنها المحللون لا يمكن اعتبارها صادرة عن محرري البوابة، يشاركون فقط مسؤولية المؤلفين. اشترك في قناة تاتيلكرام الخاصة بنا.